نسألكم لماذا لم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان مشغول بالجهاد. طيب الشافعي كان مشغول بالجهاد، كان مشغول بالفقه. أضحك الله سنك يا شيخ عبد الرحمن، ها هيك فرفش وانبسط وتبتسم على الله، تبقى على هيك لآخر الفيديو. طبعا نحن ما راح نجيبكم كل الفيديو، يعني المهم شيل السبائب والشتائم على طرف هيك. تفضل خسكر معنا مثل ما بيقولوا. هي كلمة خسكرة هي لغة قديمة، يعني تعني المزاح، يعني القديمين بيستخدموها. تفضل. طيب أحمد كان مشغولا بكتابة المسند. يا الله، خذوا هذه. ها اسمعوا، هلأ الشيخ عبد الرحمن دمشقي بدي ينصحنا، بدي أقدم لنا نصيحة، وعهدا منكم أنا سأخذ بهذه النصيحة أسوة بنصيحته هناك لما قال لي من سنة، قال لي أنتم لو أشعر فعلا تتحنبلوا، لأن الأشعري نفسه تحنبل وأثنى على الإمام أحمد في الإبانة وقال أنا على عقيدة أحمد، فأنا أطعته وودعت الأشاعرة وقلت له أنا تحنبلت. كما في هذا الفيديو اللي أنا سجلته هنا، لاحظته على دين الله عز وجل، وكذلك مؤامرة التأشعر مؤامرة على دين الله من الداخل. جميل. لما انفضح المعتزلة بفضل جهود الأئمة السلفيين انضربوا، جاء الأشاعرة وأخذوا ثلاث أرباع مذهبهم و عرفته مين دحر المعتزلة بجهود الشيخ دمشقي وأمثاله. أنا بدي أعمل لكم محاضرة عن قضية خلق القرآن وكيف احتج المعتزلة على خلق القرآن وكيف رد السلفية عليهم، بس فقط أو عليهم بقى. فإيش أظن هذه فيها لغة، إيش اسمه قضية إيش بما عاد عليه الله. طيب فهو إيش كنا عم نحكي، والله نسيت أنا، إيه ذكرت. فقط أعملكم محاضرة أنه لما احتج المعتزلة بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث على خلق القرآن، كيف بدي أجيب لكم كلام الجديع هذا في كتابه ايش اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكلام ابن شمس وغير كيف ردودا المضحكة على المعتزلي، اصلا هم وافقوه، ابن عثيمين قال نعم محدث. رديت ايه تفضل. مو بس هيك، قال من يقول بانه محدث انزاله هذا محرف، هذه سبق ان اتينا لكم بها. طيب جميل. لما انفضح المعتزلة بفضل جهود الائمة السلفيين انضربوا، جاء الأشاعرة وأخذوا ثلاث أرباع مذهبهم وأخذوا اسم أبو الحسن الأشعري اللي هو تحنبل، يعني المفروض الأشاعرة اليوم يتحنبلوا، المفروض يتحنبلوا بما أنه إمامهم اللي أخذين اسمه تحنبل، هني المفروض يتحنبلوا. طيب الأشاعرة اليوم يتحنبلوا، المفروض يتحنبلوا بما أنه إمامهم اللي أخذين اسمه تحنبل، هني المفروض يتحنبلوا. طيب تكرم عينك يا شيخ عبد الرحمن، وانا خلص حنبلت من الان منيح. فوعدا ساتبع نصيحتك كما اتبعتها هناك. تفضل ايش بدك تقول، تفضل تابعوا الفيديو السابق. يعني الله، خذوا هذه. النبي صلى الله عليه وسلم حين ميز الفرقه الناجيه من بين 72 فرقة الهالكة اللي في النار، طبعا لم يقل مخلدون في النار، لا انتبهوا، لما ميز بين الفرقة الناجية وبين الفرق الهالكة، ها يعني هو بيقول لك انه انا ماني تكفيري، لا اكفر سائر الفرق، على اساس ما نصوا جماعتك انه على تكفير الفرق الفرق وحده الشيعة والأشاعرة والصوفي وما تريدي والمعتزلة والجهمية، أنا عملت لكم، أنا جبت لكم وثائق يعني فيها تكفير كل فرقة على حدة، لاحظتم؟ لأنه هوني بالأخير هدول طلعوا، هدول الفرق كلهم عندهم جهمية، كلهم ينزهون الله على المكان سوى المجسم، سوى فرقة واحدة،
لذلك خلاص، ومن ينفي المكان خلاص هذا ينفي استواء على العرش، ومن ينفي الاستواء على العرش هذا كافر، لأنه أنكر 7 آيات من القرآن. وممن يثبت المكان هو شحه، هذا محسوب كون يثبت مكان جهارا نهارا، مش انه مكان عدمي ووجودي وكذا والتفريق، يعني اللي بيفرقوا بين تيمية يعني، ها لك مكان عدمي، لا لا مكان وخاصيته بدون مواربي. ايه تفضل يا شيخ، الشيخ عبد الرحمن، ايش قال لما ميز النبي صلى الله عليه وسلم، ايش علامة الفرقة الناجية؟ وصف الفرقة الناجية بصفة مهمة، أنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما كانوا عليه لم يتضمن الاحتفال بمولد. أنتم أحرار، شو بدكم؟ أنتم بدكم تلتزموا بما كان عليه النبي وأصحابه فتضمنوا العصمة من الضلال، كما في الحديث الآخر تركتم فيكم. يا سلام يا سلام يا شيخ عبد الرحمن، لا أنت هلأ يعني أعطيتنا نصيحة ذهبية فعلا. إيش الحديث كان؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. طيب ليس من كتاب الله وسنة نبيه الاحتفال؟ بدك تفعله؟ طيب، لكن أنت الآن وقعت في خطر عدم العصمة. يا سلام عليك يا شيخ عبد الرحمن، أعطيتنا قاعدة ذهبية. إذا تريد أن تعصم نفسك من الضلال وتتمسك بالهدى والتقى، تمسك بما كان عليه النبي وأصحابه. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي لم يحتفل وأصحابه لم يحتفلون، إذن الاحتفال بدعة وباطل. تعال نطبق على شغلات تانية، هي لنشوف أنت صادق بما تقول، إن شاء الله تكون صادق يعني. تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، هذا لم يقسمه لا النبي ولا أصحابه. كون الله باء على عن خلقه، هذه لم يقلها النبي ولا أصحابه. كونه إيش كمان، أنه هو بذاته فوق العرش، هذه كلمة بذاته كلمة باء، هذه لم يقلها النبي ولا أصحابه باعتراف الألباني. وأنت ممن تحتج بالألباني مش تحترمه فقط. كون ايش بقى، الله على العرش بحد، هذه ما قالها النبي ولا اصحابه. كونه يقعد نبيه على عرشه يوم القيامه، هذه ما قالها النبي ولا اصحابه. ومع ذلك انتم تقولون بها ليس هذا فحسب، بل تضللون من لا يقول بها، بل ربما تكفرون. هذه قضية من ينكر أن الله سيجلس نبيه على عرشه في الـ4 أصابع اللي بقيانين اللي ما جلس عليهم. بالمناسبة أيضا يجلس على العرش كمان، هذه طبعا دمشقية ينكرها خلافا لبقية الوهابي أو لكثير من الوهابي. لاحظتم، يجلس ويجلس في 4 أصابع، سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سيجلس الله نبيه يوم القيامة على عرشه، أو على هذا الجزء المتبقي من العرش. هذه قالوا حسب ما نقل الخلال عن بعض هذول من سلف، وأنا لما تناظرت على الكلوب هاوس احتجوا بيهم أنه هذا ضال ويكفر ويقتل إذا أنكر هذا الأثر، أو إذا ما قال به أو كذا. هذا أثر مجاهد، اللي هو أثر أصلا ضعيف. لاحظ، أثر مجاهد أصلا تابعي، يعني لا الحديث مرفوع ولا موقوف، هو أثر عن تابع، وهو أصلا ضعيف السند إلى مجاهد ضعيف باعتراف الألباني. ومع ذلك من لم يقل به إلا كذا زنديق كافر يقتل. كل موثقة دي أنا نقلتها، هذه ممكن الآن أريكم إياها. بأقارن بين هات وبين نحن أيضا، من لم يقل أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قضية غير مخلوق، كلام الله هذا ما فيها نزاع، لكن قال أنه قال أن القرآن غير مخلوق. من لم يقل أنه، من قال بأنه مخلوق هذا ممكن تقول أنه مبتدع وكذا إلى آخره، لأنه فعلا ذات شيء ما قاله، ما ليس في القرآن ولا في السنة ذلك. طيب، قضية ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث، هذه بدهم يقول نعم محدث لكن ليس مخلوق. طيب، هذه قضية أخرى، لكن أنه من لم يقل بأن القرآن غير مخلوق هذا كافر ويقتل، أو وقف في ذلك، أنه قال أنا لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق،
قال هذا حتى هذا خبيث وجهمي واشد من الخبثه من الجهميه، وممكن يكفر ويقتل. ايضا هذه نقل حرب الكرماني وموجوده في كتاب السنه لعبد الله، هذا كتاب حبيب قلبه لشمس الدين، هذا محمد شمس الدين. فقارن الان انت يا شيخ دمشقي، انا برضى فيك، برضى بضميرك يا شيخ، يا شيخ دمشقي. ان شاء الله يكون عندك ضمير، يعني يكون يعني هيك ممتاز، يعني انه قارن بين اللي بيقولوا المولد جائز بدعه، بيقولوا جائز، وبين بيقولوا بهذول البدع هنيك. هذا قال لك مولد يعني جائز، وايش هو اللي جائز؟ انه جائز تقرا قران في شهر ربيع الاول، وتوزع الطعام، وتصلي على النبي العدنان، لانه هو نفس هذا المغالطه عم يرتكبها، انه النبي ما احتفل. ايش النبي ما احتفل بايش؟ ما احتفل بمولده. ايش معنى الاحتفال؟ مطلق السرور والتعبير، مطلق السرور بمولده صلى الله عليه وسلم، هذا هو المولد. التعبير عن ذلك بالطاعات، هذا يدخل ياخذ الصور كثيره، من هذه الصور ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الوسيله التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن سروره بمولده، اللي هو انه صام يوم الاثنين، ولما سئل قال ذلك يوم ولدت فيه، الحديث في صحيح مسلم. فهذه صوره من الصور، فكيف عم تقول ما احتفلوا به؟ صورة من الصور، هي أصلا الذين قالوا بجواز الموت ما وضعوا كيفية معينة، قالوا هذه ضربة لازم. أصلا من تكلم الولد في المولد وأجازه؟ أول شيء اتعرف المولد ما هو، حتى لا يذهب ذهنك لبعيد، وهذه سبق أن نقلناها في المجال السابق، أن المولد هو أصلا الاجتماع على قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة شيء من أخبار من سيرته ومولده وأخباره وشمائله العطرة، هذا هو. وطعام الطعام، وهذه ليس ضربة لازم أن تجمعها كل هذه، ولا ضربة لازم أن تكون في ربيع، ولا في الثاني عشر من ربيع، ولا أن تكون على بذكر يعني على نية مولده أو على غير أمور. طاعات هذه مطلقة جائزة، سواء جمعتها أو فرقتها، في عملتها في ربيع أو في غير ربيع، عملتها مع جماعات أو فرادى، عملتها جهرا سرا أو جهرا، المهم هي تخلو من المنكرات، لا يكون فيها مثلا قضية حتى الأمور بقى الخلافية بقى، الموسيقى والاختلاط وكذا وإلى آخره، فضلا بقى عن امور المحرمات بقى، شرب الخمر والزنا ولطيف اعوذ بالله، هذه اللي يحتفلون النصارى تحتفل بهذه الطريقه، شرب الخمر والزنا وكذا، وفي اعياد راس السنه وكذا. احنا شرطوا انه لا، ما تخلو من هذه المنكرات، حتى هي الامور بقى الخلافيه انه تخلو منها. هذا فقط قراءه قران وصلاه على النبي العوده بقى. ميز، قارن بقى، اعطينا بقى رايك انت بين هذا وذاك، اين هو؟ أيه أشد؟ أنت تقول تقسيم التوحيد، هذا مثل ما في المجلس السابق، أنه من لا يقسم التوحيد هذا وقع في العماية والغواية والضلالة، وأنه من يرفض هذا التقسيم هو ضال. هذا قرأناكم نصوص سابقة، ما رح نرجع نعيدها، ممكن أنه فقط نعطيكم إذا ما تجاوز 10 دقائق الآن المقطع، أو 15 دقيقة. فيا شيخ، يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن، ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذعة في عينك. هذا الأثر اللي المرة الماضية، إنه هذا ذكروا أهل الكتاب، قال فطلع عندي، طلع رد عليه قال إيه، وكيف تقول ذكروا أهل الكتاب وكذا، هذا مذكور في ابن حبان ورواه أبو هريرة موقوفا، وإنه اختلف في وقفه ورفعه. طيب، هذا ممكن مأخوذ من ال من 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 الكتب من الأمم السابقة أو كذا، إذا ما ثبت رفعه، أو يعني أو يكون يعني هو حتى من 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 ما مما يعني بقي من آثار النصارى عن سيدنا عيسى أو ما إلى ذلك، ممكن وممكن يعني، المهم هو مثل يعني يقال يعني، فاعمل لي عليه أصلا، ممكن نخص لكم عليه مجلس، مع أنه أنت هو أصلا ابن تيمية يحتج بكتب أهل الكتاب أنه سنخلق بشرا يشبهنا، ونحتج بهذا أثر كعب الأحبار، أنه إيش اسمه، قضية أنه يثقل الجبار على العرش وكذا، قال هذا رواه أهل الكتاب، وربما لا عندنا لا شيء يصدقه أو يكذبه، ربما حملوا عن أهل الكتاب عن يعني قالوا الصحابة عن النبي أو كذا. المهم يعني عمل له شيء يعني أنه أخذ به يعني،
قضية الثقة، اللي جباري ثقة لله ثقة، خاضع للجاذبية الأرضية مثل هذا ابن جبرين اللي ذكرنا عنه، هذا نشرنا الفيديو تبعه، واللي قبله واللي قبله، وحتى أن بعضهم يقول لك صفة ثابتة هذه الثقة لبعض الوهابي، يعني هذا سبق أن ذكرتها، هذا آل حمدان وغيره يقول لك صفة ثابتة أثبتها السلف. لذلك هذا واحد علق لي على هذا فيديو ابن جبرين، أنه لا، ابن جبرين ما قال أنه لله ثقل، هو ينقل قال أثر ابن عباس في الثقل. طيب بس قال أنه من ينكر هذا الأثر هو ما بعرف إيه الجامي وكذا. وابن عباس هذه عملنا لكم نحن اسمه مجلس عن الاتباع الانتقائي لهم. فشو يا شيخ عبد الرحمن، ايش بقى الوضع لهذا؟ انا فقط اريكم فقط بعض الوثائق في قضيه هذا، بائن وغير بائن وكذا، التي يقول بها هؤلاء، وفقط ارى انه اذا في وقت ولا لا. طيب نريكم بعض الوثائق في ذلك. لاحظ